السلام قبل الكلام أصدقائي. صديقي إذا حابب تبدأ بتداول الفوركس أو أنت متداول قديم وتعبت من الخسارة، صديقي بدعوك لتنضم لمجموعتنا. مجموعتنا ضخمة وبتضم صفقات ناجحة. إذا حابب تضاعف رأس مالك وتحصل على الحرية المالية، منقدم لك نحن صديقي توصياتنا المجانية وبالإضافة لكورسات تعليمية. ما عليك صديقي إلا تنضم لوكالتنا بمنصة أكسينز وتسجل على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أرباح أكثر من 500% بالشهر. صديقي نحن بنشتغل على منصة أكسينز، واجهة سهلة تداول ومنقدم لك خدماتنا الكاملة بهاي المنصة. صديقي لا تنسى تعمل اشتراك قناة اليوتيوب وقناة التليجرام وتراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. انفجار بعملة السولانا، كسر مناطق وقمة بفوليوم عالي، تحديثات ضخمة بتخص عملة السولانا. صديقي إذا شفت هالفيديو فيه معلومات مهمة، مهم كتير تنشر وليوصل لأكبر عدد من الناس حتى يستفيدوا من هذا المحتوى. ارتفاع بعملة السولانا، هل ممكن توصل للقمة التاريخية؟ كشف فريق عملة السولانا بتحديثات جديدة بتخص الشبكة. طبعا عملة السولانا مشروع شبكة تحويل الأموال، الشبكة شغالة بشكل يومي. الآن أعلن الفريق عن تحديثات ضخمة للشبكة. السولانا بالسابق وصلت لقمة أعلى من 200 دولار. من أيام شباب أعلن المدير التنفيذي لعملة السولانا عن تحدي للهكر اللي بيحاول اختراق شبكة السولانا وأخذ مكافأة 400,000 دولار لتحديد نقاط الضعف بالشبكة. طبعا هالكلام هذا لا يبرز قوة شبكة السولانا. عملت السولانا على وشك اختراق 27 دولار، أعلى الموفق أفريج 200. للعلم صديقي مناطق 27 دولار مقاومة أسبوعية، ما بتوقع نخترقها بسهولة. ممكن السعر يحاول الاختبار أكثر من مرة قبل الاختراق. بتوقع شباب نعيد اختبار مناطق 25 دولار، وقتها ممكن تكون مناسبة للدخول إذا كان فاتتك فرصة الارتفاع الآن. صديقي إذا كان بهمك أهم الصفقات الضخمة والمرابحة عالية أكثر من 500%، ما عليك صديقي إلا تعمل اشتراك بقناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى صديقي تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو.